بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى، طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. ها نحن وإياكم متواصلين بحضراتكم مع هذه الانطلاقات المستمرة ومع هذه التحديات المتواصلة. وصلنا بحضراتكم الكريمة لانطلاقة الشوط 19، والذي يحمل تحديات ومنافسات فئة الإبكار سن الحقائق ومسافة 3 كيلومترات. بداية وإياكم نسير بالمسار الأول وإلى الانطلاقة الأولى، نتابع الصدارة مع خير فهد بن علي بن عبد الله المهندي على البداية، يقدم لنا اسمه وشعاره على المركز الأول. نتابع النقلة والدور إلى المركز الثاني، حيث الوصول من قبل متعبة وراشد بن مشعل بن فهد بن عفيشة يتقدم على المركز الثاني. انطلاقة المركز الثالث، هنالك الحضور من قبل بعثرة هي القادمة ومحمد بن فرج بن هادي بن هليل بن غفران على المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع، هنالك الحضور من قبل أشواق القادمة بشعار سالم بن راشد بن سالم بن نابت المري على المركز الرابع. وانطلاقة المركز الخامس، هنالك الحضور من قبل المارينا بشعار محمد بن جابر بن سالم بالزوح على المركز الخامس. تابعنا وإياكم مشاهدين الأفاضل، استمتعنا بهذا اللقاء المميز، ولكن نعود حيث البداية الأولى، العودة إلى المركز الأول لكي نتابع المارينا التي تنطلق على البداية وتتقدم على المركز الأول. نتابع هذا الحضور من قبل بهجة هي القادمة وسعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي يتقدم على المركز الأول وعلى البداية الأولى. نتابع الاسم القادم، هنالك شعار سعود بن سلطان بن مبارك بن سند الهاجري مع رشيدة على المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع، التواجد من قبل ذلك الشعار القادم، هنالك أمجاد فاضل بن ظفر بن راشد الهاجري مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس، عسيلة هي القادمة وجار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل الذي يتقدم مع المركز الخامس ويصل بهذا الحضور المتميز. ولكن لنا عودة مع البداية الأولى، العودة إلى البداية، والهولي النعيمي يقدم لنا بهجة سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي. نتابع الأسماء القادمة، صالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة مع أشواق التي حضر الآن. وصل في هذه اللحظات شعار سعود بن سلطان بن مبارك بن سند الهاجري مع رشيدة على المركز الثالث. رشيدة وأشواق وبهجة، بهجة وأشواق ورشيدة، ولكن غيرت رشيدة مع الأمتار النهائية، وسعود بن سلطان بن مبارك بن سند الهاجري قدم لنا اسمه، حضر بهذا الحضور المتميز، قدم لنا هذه البطلة مع الأمتار الأخيرة. روح يا راعي رشيدة، الأسماء قادمة والشعارات، ولكن هذا هو بن سند الهاجري، سند على الشوط وقدم لنا هذه البطلة التي تواصلت واستكملت هذه المسيرة بحضور هذه البطلة المتميزة وقدوم هذا الشعار الذي أتى بهذا الحضور المميز. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني، حضرت فتيل بشعار صالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت. المركز الثالث، حضر شعار فرام بن عتيق بن محمد البريدي مع النايفة. والمركز الرابع، كان الحضور والتواجد من قبل شعار المركز الثالث شوق عبد الله بن جار الله بن علي النابت. والمركز الرابع، حضرة النايفة فرام بن عتيق البريدي. المركز الخامس،
كان الحضور من شعار فاضل بن ظفر بن راشد الهاجري مع أمجاد. نعود وإياكم بالتوقيت الزمني، توقيت الحاصلة على المركز الأول الإعادة إفادة، وأربع دقائق 36 ثانية 98 جزء من الثانية، توقيت الحاصلة على المركز الأول. المركز الثاني كان الحضور من البطلة التي تواجدت، هي فتيل بشعار صالح بن عبد الهادي بن حبيشة. التوقيت الزمني 4 دقائق 38 ثانية 64 جزء من الثانية، توقيت الحاصلة على المركز الثاني. والمركز الثالث حضر شعار عبد الله بن جار الله النابت المري مع انطلاقة شوك، 4 دقائق 39 ثانية 46 جزء من الثانية. تهانينا والمبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الممتاز.